ضيفنا في هذه الحلقة المعلم الكبير لجلال الدين الرومي، وهو شمس الدين التبريزي وقواعد العشق الأربعون. شمس الدين التبريزي محمد بن ملك داد التبريزي، وهو من مواليد 1185، وهو عارف وشاعر متصوف كبير، كتب جل شعره بالفارسية وأقله بالتركية والعربية. هو مسلم صوفي المشرب، شافعي المذهب، ينسب إلى مدينة تبريز، ويعتبر المعلم الروحي لجلال الدين الرومي، وكتب ديوان التبريزي الديوان الكبير الذي كتبه في مجال العشق الإلهي. قام برحلات إلى مدن عدة، منها حلب وبغداد وقونية ودمشق، وأخذ التصوف عن ركن الدين السجاسي، وتتلمذ عليه تلميذه جلال الدين الرومي. واعتكف شمس الدين التبريزي وجلال الدين الرومي 40 يوما في مدينة قونية لكتابة قواعد العشق الأربعون. ثم قام شمس التبريزي بالفرار إلى دمشق قبل أن يعود إلى قونية، ثم قتل في قونية، وإن كان البعض يقولون أنه قتل في مدينة خوي على يد جماعة من المناوئين له سنة 645 هجريا، وقيل سنة 644 هجريا، وله ضريح في مدينة خوي، ورشح ضريحه ليكون من مواقع التراث العالمي لليونسكو. شمس الدين التبريزي هو ابن الإمام علاء الدين، وكان شمس أحد الدراويش، وقيل أن شمس التبريزي راودته رؤيا منذ سن 10 تقريبا، حيث قال لأبيه ذلك ولكنه لم يصدقه، وبعد مدة ترك منزله وبدأ بالتجوال، بحيث أنه قيل عنه بأنه لم ينم بمكان أكثر من ليلة واحدة لكثرة تجواله وترحاله. وكان شمس التبريزي يكسب النقود للطعام من خلال تفسير الأحلام وقراءة الكفوف، ولكن لم يكن أحد يصدق حول الرؤيا التي قال أنها تراوده، وكان ينعتونه بالمجنون، وادعى التبريزي بأنه كلم الله والملائكة في هذه الرؤيا، وكان يتقن الفارسية والعربية والتركية، ولكن كتب جل أشعاره بالفارسية وبعضها بالعربية والتركية. والتقى التبريزي بالشاعر أنذاك الملقب بمولانا، وهو جلال الدين الرومي، في أحد تجواله في عام 1244 مسيحيا، وتكونت بعد ذلك لقاء صداقة غيرت مجرى حياة كليهما، حيث أن الرومي تحول من رجل دين عادي إلى شاعر يجيش بالعاطفة، وصوفي ملتزم، وداعية إلى الحب. ولكن رابط الصداقة الجميل الذي ربط هذين الاثنين معا بدأ بالتآكل، حتى انفصل، وذلك بعد 3 سنوات تقريبا على نحو مأساوي، لأن شمس التبريزي اختفى بظروف غامضة. فالبعض يقول أنه قتل على يد تلاميذ جلال الدين الرومي بسبب غيرتهم من علاقة التبريزي مع الرومي، لكن تقول بعض الأدلة أن شمس التبريزي غادر مدينة قونية وتوفي في خوي، حيث دفن هناك وله ضريح هناك، ويوجد قبر لشمس الدين التبريزي في مدينة خوي بجانب نصب برج في حديقة تذكارية، ورشح ضريحه ليكون من مواقع التراث العالمي لليونسكو. وقام شمس الدين التبريزي بتأليف 40 قاعدة للعشق، وسميت قواعد العشق الأربعون، والتي لخصتها الكاتبة التركية ألف شفق بروايتها التي تحمل الاسم نفسه، وهي كالآتي: القاعدة الأولى: إن الطريقة التي نرى فيها الله ما هي إلا انعكاس للطريقة التي نرى فيها أنفسنا، فإذا لم يكن الله يجلب لنا سوى الخوف والملامة، فهذا يعني أن قدرا كبيرا من الخوف والملامة يتدفق لقلوبنا، أما إذا رأينا الله مفعما بالمحبة والرحمة فإننا نكون كذلك. القاعدة الثانية: إن الطريق إلى الحقيقة يمر من القلب لا من الرأس، فاجعل قلبك لا عقلك دليلك الرئيسي، واجه، تحدى، وتغلب في نهاية المطاف على النفس بقلبك،
فإن معرفتك بنفسك ستقودك إلى معرفة الله. القاعدة الثالثة: إنه يمكن أن تدرس الله من خلال كل شيء وكل شخص في هذا الكون، لأن وجود الله لا ينحصر في المسجد أو في الكنيسة، لكنك إذا كنت لا تزال تريد أن تعرف أين يقع عرشه بالتحديد، يوجد مكان واحد فقط تستطيع رؤيته، وهو قلب عاشق حقيقي. فلم يعش أحدا بعد رؤيته، ولم يمت أحدا بعد رؤيته، فمن يجده يبقى معه إلى الأبد. القاعدة الرابعة: يتكون الفكر والحب من مواد مختلفة، فالفكر يربط البشر في عقد، لكن الحب يذيب جميع العقد. إن الفكر حذر على الدوام، وهو يقول ناصحا: احذر الكثير من النشوة، بينما الحب يقول: لا تكترث، اقدم على هذه المجازفة. وفي حين أن الفكر لا يمكن أن يتلاشى بسهولة، فإن الحب يتهدم بسهولة ويصبح ركاما من تلقاء نفسه، لكن الكنوز تتوارى بين الأنقاض، والقلب الكسير يخبئ كنوزا. القاعدة الخامسة: تنبع معظم مشاكل العالم من أخطاء لغوية ومن سوء فهم بسيط. لا تأخذ الكلمات بمعناها الظاهري مطلقا، وعندما تلج دائرة الحب تكون اللغة التي نعرفها قد عفى عليها الزمن، فالشيء الذي لا يمكن التعبير عنه بكلمات لا يمكن إدراكه إلا بالصمت. القاعدة السادسة: الوحدة والخلوة شيئان مختلفان، فعندما تكون وحيدا من السهل أن تخدع نفسك ويخيل إليك أنك تسير على الطريق القويم. أما الخلوة فهي أفضل لنا، لأنها تعني أن تكون وحدك من دون أن تشعر بأنك وحيد، لكن في نهاية الأمر من الأفضل لك أن تبحث عن شخص يكون بمثابة مرآة لك، وتذكر أنك لا تستطيع أن ترى نفسك حقا إلا في قلب شخص آخر وبوجود الله في داخلكم. القاعدة السابعة: مهما حدث في حياتك ومهما بدأت الأشياء مزعجة، فلا تدخل ربوع اليأس، وحتى لو ضلت جميع الأبواب موصدة، فإن الله سيفتح دربا جديدا لك، فأحمد خالقك. من السهل عليك أن تحمد الله عندما يكون كل شيء على ما يرام، فالصوفي لا يحمد الله على ما منحه الله إياه فحسب، بل يحمده أيضا على كل ما حرمه منه. القاعدة الثامنة: لا يعني الصبر أن تتحمل المصاعب سلبا، بل يعني أن تكون بعيد النظر بحيث تثق بالنتيجة النهائية التي ستتمخض عن أي عملية. فماذا يعني الصبر؟ إنه يعني أن تنظر إلى الشوكة وترى الوردة، أن تنظر إلى الليل وترى الفجر. أما نفاد الصبر فيعني أن تكون قصير النظر ولا تتمكن من رؤية النتيجة. إن عشاق الله لا ينفذ صبرهم مطلقا، لأنهم يعرفون أنه لكي يصبح الهلال بدرا فهو يحتاج إلى وقت. لقد خلق الله المعاناة حتى تظهر السعادة من خلال نقيضها، فالأشياء تظهر من خلال أضدادها، وبما أنه لا يوجد نقيض لله فأنه يظل مخفيا. القاعدة التاسعة: لا تحكم على الطريقة التي يتواصل بها الناس مع الله، فلكل امرئ طريقته وصلاته الخاصة. إن الله لا يأخذنا بكلماتنا، بل ينظر في أعماق قلوبنا، وليس المناسك أو الطقوس هي التي تجعلنا مؤمنين، بل إن كانت قلوبنا صافية أم لا. القاعدة العاشرة: لا يوجد فرق كبير بين الشرق والغرب والجنوب والشمال، فمهما كانت وجهتك يجب أن تجعل الرحلة التي تقوم بها رحلة في داخلك، فإذا سافرت في داخلك فسيكون بوسعك اجتياز العالم الشاسع وما وراءه. القاعدة الحادية عشر: عندما تجد القابلة أن الحبلة لا تتألم أثناء المخاض، فإنها تعرف أن الطريق ليس سالكا بعد لوليدها، فلن تضع وليدها إذن. ولكي تولد نفس جديدة يجب أن يكون هنالك ألم، وكما يحتاج الصلصال إلى حرارة عالية ليشتد، فالحب لا يكتمل إلا بالألم. القاعدة الثانية عشر: إن السعي وراء الحب يغيرنا، فما من أحد يسعى وراء الحب إلا وينضج أثناء رحلته، فما إن تبدأ رحلة البحث عن الحب حتى تبدأ تتغير من الداخل ومن الخارج. القاعدة الثالثة عشر: يوجد معلمون مزيفون وأساتذة مزيفون في هذا العالم،
أكثر عددا من النجوم المرئية، فلا تخلط بين الأشخاص الأنانيين الذين يعملون بدافع السلطة وبين المعلمين الحقيقيين. فالمعلم الروحي الصادق لا يوجه انتباهك إليه ولا يتوقع طاعة مطلقة أو إعجابا تاما منك، بل يساعدك على أن تقدر نفسك الداخلية وتحترمها. إن المعلمين الحقيقيين شفافون كالبلور، يعبر نور الله من خلالهم. القاعدة 14: لا تحاول أن تقاوم التغيرات التي تعترض سبيلك، بل دع الحياة تعيش فيك، ولا تقلق إذا قلبت حياتك رأسا على عقب، فكيف يمكن أن تعرف أن الجانب الذي اعتدت عليه أفضل من الجانب الذي سيأتي؟ القاعدة 15: إن الله منهمك في إكمال صنعك من الخارج ومن الداخل، إنه منهمك بك تماما، فكل إنسان هو عمل متواصل يتحرك ببطء لكن بثبات نحو الكمال، فكل واحد منا هو عبارة عن عمل فني غير مكتمل يسعى جاهدا للإكتمال. إن الله يتعامل مع كل واحد منا على حدة، لأن البشرية لوحة جميلة رسمها خطاط ماهر تتساوى فيها جميع النقاط من حيث الأهمية لإكمال الصورة. القاعدة 16: من السهل أن تحب إلها يتصف بالكمال والنقاء والعظمة، لكن الأصعب من ذلك أن تحب إخوانك البشر بكل نقائصهم وعيوبهم. تذكر أن المرء لا يعرف إلا ما هو قادر على أن يحبه، فلا حكمة من دون حب، وما لم نتعلم كيف نحب خلق الله فلن نستطيع أن نحب حقا ولن نعرف الله حقا. القاعدة 17: إن القدارة الحقيقية تقبع في الداخل، أما القدارة الأخرى فهي تزول بغسلها، ويوجد نوع واحد من القدارة لا يمكن تطهيرها بالماء النقي، وهو تلوث الكراهية والتعصب التي تلوث الروح. فنستطيع أن نطهر أجسامنا بالزهد والصيام، لكن الحب وحده هو الذي يطهر قلوبنا. القاعدة 18: يقبع الكون كله داخل كل إنسان في داخلك، كل شيء حولك تراه حولك بما في ذلك الأشياء التي قد لا تحبها، حتى الأشخاص الذين قد نحتقرهم أو نمقتهم يقبعون في داخلك بدرجات متفاوتة. لا تبحث عن الشيطان خارج نفسك أيضا، فالشيطان ليس قوة خارقة تهاجمك من الخارج، بل هو صوت عادي ينبعث من داخلك. فإذا تعرفت على نفسك تماما وواجهت بصدق وقسوة جانبك المظلم والمشرق، عندها تبلغ أرقى أشكال الوعي، وعندما تعرف نفسك فإنك ستعرف الله. القاعدة 19: إذا أراد المرء أن يغير الطريقة التي يعامله فيها الناس، فيجب أن يغير أولا الطريقة التي يعامل بها نفسه، وإذا لم يتعلم كيف يحب نفسه حبا كاملا صادقا، فلا توجد وسيلة يمكنه فيها أن يحب. لكن عندما يبلغ تلك المرحلة سيشكر كل شوكة يلقيها عليها الآخرون، فهذا يدل على أن الورود ستنهمر عليه قريبا. كيف يمكن المرء أن يلوم الآخرين لأنهم لا يحترمونه، إذ لم يكن يعتبر نفسه جديرا بالاحترام؟ القاعدة 20: لا تهتم إلى أين سيقودك الطريق، بل ركز على الخطوة الأولى، فهي أصعب خطوة يجب أن تتحمل مسؤولياتها. وما أن تتخذ تلك الخطوة، دع كل شيء يجري بشكل طبيعي وسيأتي ما تبقى من تلقاء نفسه. لا تسير مع التيار، بل كن أنت التيار. القاعدة 21: لقد خلقنا جميعا على صورته، ومع ذلك فإننا جميعا مخلوقات مختلفة ومميزة. لا يوجد شخصان متشابهان، ولا يخفق قلبان لهما الإيقاع ذاته. ولو أراد الله أن نكون متشابهين لخلقنا متشابهين. لذلك فإن عدم احترام الاختلافات ورفض أفكار الآخرين يعني عدم احترام النظام المقدس الذي أرساه الله. القاعدة 22: عندما يدخل عاشق حقيقي لله إلى حانة، فإنها تصبح غرفة صلاته، لكن عندما يدخل شارب الخمر إلى الغرفة نفسها فإنها تصبح خمارته. ففي كل شيء نفعله قلوبنا هي المهمة، لا مظاهرنا الخارجية. فالصوفيون لا يحكمون على الآخرين من مظهرهم أو من هم، وعندما يحدق صوفي في شخص ما فإنه يغمض عينيه ويفتح عينه الثالثة، العين التي ترى العالم الداخلي. القاعدة 23: ما الحياة إلا دين مؤقت، وما هذا العالم إلا تقليد هزيل للحقيقة،
والأطفال فقط هم الذين يخلطون بين اللعبة والشيء الحقيقي. ومع ذلك فإما أن يفتتن البشر باللعبة أو يكسروها بازدراء ويرموها جانبا. في هذه الحياة تحاشى التطرف بجميع أنواعه، لأنه سيحطم اتزانك الداخلي. فالصوفي لا يتصرف بتطرف، بل يظل متسامحا ومعتدلا على الدوام. القاعدة 24: يتبوى الإنسان مكانة فريدة بين خلق الله، إذ يقول الله: ونفخت فيه من روحي. فقد خلقنا جميعا من دون استثناء لكي نكون خلفاء الله على الأرض. فاسأل نفسك كم مرة تصرفت كخليفة له هذا إن فعلت ذلك. وتذكر أنه يقع على عاتق كل منا اكتشاف الروح الإلهية في داخله حتى يعيش وفقها. القاعدة 25: إن جهنم تقبع هنا والآن، وكذلك الجنة. توقفوا عن التفكير بجهنم بخوف أو الحلم بالجنة، لأنه موجودتان في هذه اللحظة بالذات. ففي كل مرة نحب نصعد إلى السماء، وفي كل مرة نكره أو نحسد أو نحارب أحدا فإننا نسقط مباشرة في نار جهنم. القاعدة 26: لا ضرر ولا ضرار، كن رحيما لا تكن نماما، حتى لو كانت كلمات بريئة، لأن الكلمات التي تنبعث من أفواهنا لا تتلاشى، بل تظل في الفضاء اللانهائي إلى ما لا نهاية، وستعود إلينا في الوقت المناسب. إن معاناة إنسان واحد تؤذينا جميعا، وبهجة إنسان واحد تجعلنا جميعا نبتسم. القاعدة 27: يشبه هذا العالم جبلا مكسوا بالثلج يردد صدى صوتك، فكل ما تقوله سواء كان جيدا أم سيئا سيعود إليك على نحو ما. لذلك إذا كان هناك شخص يتحدث بالسوء عنك، فإن التحدث عنه بالسوء بالطريقة نفسها يزيد الأمر سوءا، وستجد نفسك حبيس حلقة مفرغة من طاقات حقودة. لذلك انطق وفكر طوال 40 يوما وليلة بأشياء لطيفة عن ذلك الشخص. إن كل شيء سيصبح مختلفا في النهاية، لأنك ستصبح مختلفا في داخلك. القاعدة 28: إن الماضي تفسير والمستقبل وهم. إن العالم لا يتحرك عبر الزمن وكأنه خط مستقيم يمضي من الماضي إلى المستقبل، بل إن الزمن يتحرك من خلالنا وفي داخلنا في لوالب لا نهاية لها. إن السرمدية لا تعني الزمن المطلق، بل تعني الخلود. القاعدة 29: لا يعني القدر أن حياتك محددة بقدر محتوم. لذلك فإن ترك كل شيء للقدر وعدم المشاركة في عزف موسيقى الكون دليل على جهل مطلق. إن موسيقى الكون تعم كل مكان وتتألف من 40 مستوى مختلف. إن قدرك هو المستوى الذي تعزفين فيه لحنك، فقد لا تغيرين آلتك الموسيقية، بل تبدلين الدرجة التي تجدين فيها العزف. القاعدة 30: إن الصوفية الحق هو الذي يتحمل الصبر حتى لو اتهم باطلا وتعرض للهجوم من جميع الجهات، ولا يوجه كلمة نابية واحدة إلى أي من منتقده. فالصوفي لا ينحي باللائمة على أحد، فكيف يمكن أن يوجد خصوم أو منافسون أو حتى آخرون في حين لا توجد نفس في المقام الأول؟ كيف يمكن أن يوجد أحد يلومه في الوقت الذي لا يوجد فيه إلا واحد؟ القاعدة 31: إذا أردت أن تقوي إيمانك فيجب أن تكون لينا في داخلك، لأنه لكي يشتد إيمانك ويصبح صلبا كالصخرة يجب أن يكون قلبك خفيفا كالريشة. فإذا أصبنا بمرض أو وقعت لنا حادثة أو تعرضنا لخسارة أو أصابنا خوف بطريقة أو بأخرى، فإننا نواجه جميعا الحوادث التي تعلمنا كيف نصبح أقل أنانية وأكثر حكمة وأكثر عطفا وأكثر كرما. ومع أن بعضنا يتعلم الدرس ويزداد رقة واعتدالا، يزداد آخرون قسوة. إن الوسيلة التي تمكنك من الاقتراب من الحقيقة أكثر تكمن في أن يتسع قلبك لاستيعاب البشرية كلها، وأن يظل فيه متسعا لمزيد من الحب. القاعدة 32: يجب ألا يحول شيئا بين نفسك وبين الله، لا أئمة ولا قساوسة ولا أحبار ولا أي وصي آخر على الزعامة الأخلاقية أو الدينية ولا السادة الروحيين ولا حتى إيمانك،
آمن بقيمك ومبادئك لكن لا تفرضها على الآخرين. وإذا كنت تحطم قلوب الآخرين فمهما كانت العقيدة التي تعتنقها فهي ليست عقيدة جيدة. ابتعد عن عبادة الأصنام بجميع أنواعها لأنها تشوه رؤيتك. ليكن الله والله وحده دليلك. تعلم الحقيقة لكن احرص على ألا تصنع من الحقائق التي تتكون لديك أوثانا. القاعدة 33: على الرغم من أن المرء في هذا العالم يجاهد ليحقق شيئا ويصبح شخصا مهما، فإنه سيخلف على شيء بعد موته. إنك تهدف إلى بلوغ المرحلة العليا من العدم. عش هذه الدنيا خفيفة وفارغة مثل الرقم صفر. إننا لا نختلف عن أصيص الزرع، فليست الزينة في الخارج بل الفراغ في داخلنا، وهو الذي يجعلنا نقف منتصبي القامة. فالوعي بالعدم وليس ما نتطلع إلى تحقيقه هو الذي يبقينا نواصل الحياة. القاعدة 34: لا يعني الاستسلام أن يكون المرء ضعيفا أو سلبيا، ولا يؤدي إلى الإيمان بالقضاء والقدر أو الاستسلام، بل على العكس تماما. إذ تكمن القوة الحقيقية في الاستسلام، القوة المنبعثة من الداخل. فالذين يستسلمون للجوهر الإلهي في الحياة يعيشون بطمأنية وسلام، حتى عندما يتعرض العالم برمته إلى اضطراب تلو اضطراب. القاعدة 35: في هذا العالم ليست الأشياء المتشابهة أو المنتظمة بل المتناقضة والصارخة هي التي ما تجعلنا نتقدم خطوة إلى الأمام. ففي داخل كل منا توجد جميع المتناقضات في الكون. لذلك يجب على المؤمن أن يلتقي بالكافر القابع في داخله، وعلى الشخص الكافر أن يتعرف على المؤمن الصامت في داخله. وإلى أن نصل إلى اليوم الذي يبلغ فيه المرء مرحلة الكمال، مرحلة الإنسان المثالي، فأن الإيمان ليس إلا عملية تدريجية ويستلزم وجود نظيره الكفر. القاعدة 36: لقد خلق هذا العالم على مبدأ التبادل، فكل امرئ يكافئ على قدر ذرة خير يفعلها ويعاقب على كل ذرة شر يفعلها. لا تخف من المؤامرات أو المكر أو المكائد التي يحيكها الآخرون، وتذكر أنه إذ نصب لك أحدهم شركا فإن الله يكون قد فعل ذلك، فهو المخطط الأكبر، إذ لا تتحرك ورقة شجرة من دون علمه. آمن بذلك ببساطة وبصورة تامة، فكل ما يفعله الله يفعله بشكل جميل. القاعدة 37: إن الله ميقاتي دقيق. إنه دقيق إلى حد أن ترتيبه وتنظيمه يجعلان كل شيء على وجه الأرض يتم في حينه، لا قبل دقيقة ولا بعد دقيقة، والساعة تمشي بدقة شديدة بالنسبة للجميع بلا استثناء. فلكل شخص وقت للحب ووقت للموت. القاعدة 38: ليس من المتأخر مطلقا أن تسأل نفسك: هل أنا مستعد لتغيير الحياة التي أحياها؟ هل أنا مستعد لتغيير نفسي من الداخل؟ وحتى لو كان قد تبقى من حياتك يوم واحد يشبه اليوم الذي سبقه، ففي كل لحظة ومع كل نفس جديد يجب على المرء أن يتجدد ويتجدد ثانية. ولا توجد إلا وسيلة واحدة حتى يولد المرء في حياة جديدة، وهي أن يموت قبل أن يموت. القاعدة 39: مع أن الأجزاء تتغير فإن الكل يظل ذاته، لأنه عندما يغادر لص هذا العالم يولد لص جديد، وعندما يموت شخص شريف يحل مكانه شخص شريف آخر. وبهذه الطريقة لا يبقى شيء من دون تغيير، بل لا يتغير شيئا أبدا أيضا، لأنه مقابل كل صوفي يموت يولد صوفيا آخر في مكان ما في هذا العالم. إن ديننا هو دين العشق، وجميع البشر مرتبطون بسلسلة من القلوب، فإذا انفصلت حلقة منها حلت محلها حلقة أخرى في مكان آخر. إن الأسماء تتغير تأتي وتذهب، لكن الجوهر يبقى ذاته. القاعدة 40: لا قيمة للحياة من دون عشق. لا تسأل نفسك ما نوع العشق الذي تريده، روحي أم مادي، إلهي أم دنيوي، غربي أم شرقي. فالانقسامات لا تؤدي إلا إلى المزيد من الانقسامات. ليس للعشق تسميات ولا علامات ولا تعريف، إنه كما هو نقي وبسيط. العشق ماء الحياة، والعشيق هو روح من النار. يصبح الكون مختلفا عندما تعشق النار الماء. ضيفنا في الحلقة المقبلة هو المعلم المعروف في زمانه الحديث، وهو المعلم كريشنا مورتي.